أهلا بكم. اختتم قداسة البابا فرانسيس الأحد الماضي زيارته الرسولية إلى مملكة البحرين، حيث التقى خلالها جلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك مملكة البحرين وعددا من الشخصيات الرسمية والدينية وأبناء الرعاية القادمين من مختلف دول الخليج العربي. وهي الزيارة 39 التي يقوم بها الحبر الأعظم إلى خارج الفاتيكان، والثانية من نوعها إلى منطقة الخليج بعد زيارته إلى الإمارات العربية المتحدة عام 2019. تفاصيل أوفى حول هذه الزيارة في التقرير التالي. اختتم قداسة البابا فرانسيس زيارته التاريخية إلى البحرين بعد أن أمضى زيارة ناجحة استمرت 4 أيام وحملت عنوان الشرق والغرب من أجل التعايش الإنساني. وقد جرت مراسم استقبال رسمية للبابا فرانسيس بعد أن حطت طائرته في قاعدة الصخير الجوية، وكان في مقدمة مستقبليه جلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة والأمير سلمان بن حمد ولي العهد والدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر وكبار المسؤولين. وفي بداية الاستقبال رحب ملك البحرين بزيارة ضيف البلاد الكبير قداسة البابا فرانسيس لمملكة البحرين، وألقى جلالته كلمة قال فيها: إننا على ثقة بأن زيارتكم هذه ستترك أثرا معنويا وروحيا كبيرا على نفوس محبيكم في منطقتنا الخليجية والعربية، فقداستكم تتمتعون بخصال شخصية كريمة وفريدة وسمات قيادية رفيعة من أجل هدف نشر السلام في أرجاء العالم. كما ألقى قداسة البابا فرانسيس كلمة دعا فيها إلى العمل من أجل عيش الناس معا في سلام، مع التركيز على الاحترام والتسامح والحرية الدينية من غير تمييز. وفي اليوم الثاني للزيارة الرسولية التقى قداسة البابا فرانسيس مع شيخ الأزهر الدكتور أحمد الطيب وأعضاء مجلس حكماء المسلمين، حيث وجه البابا خطابا لهم قال فيه: أود أن أقول لكم أن إله السلام لا يقود إلى الحرب ولا يحرض على الكراهية ولا يؤيد العنف أبدا، إننا مدعوون إلى تعزيز السلام الذي هو أساس العيش المشترك معا. ومن جهته قال شيخ الأزهر: إن الشرق والغرب بحاجة لبعضهما بعضا، ويجب ألا نيأس من أن تستعيد العلاقات بين الطرفين صحتها، مذكرا بوثيقة الأخوة الإنسانية التي قدمت نموذجا للحوار، داعيا سماحته إلى وقف خطابات الكراهية المتبادلة. وخلال هذه الزيارة ترأس البابا فرانسيس قداسا إلهيا في استاد البحرين الوطني، حضره حوالي 30,000 شخص معظمهم مقيمون في البحرين. وقد سلط قداسته في عظته على قوة محبة المسيح الذي يعطينا القدرة على المحبة، حيث أن دعوة يسوع لا تتعلق بمسائل البشرية الكبرى بل بالروابط التي ننميها في الواقع الاجتماعي الذي نوجد فيه. كما ترأس البابا فرانسيس خلال زيارته إلى مملكة البحرين صلاة مسكونية من أجل السلام في كاتدرائية سيدة شبه الجزيرة العربية في منطقة عوالي. وقد تخللت الصلاة عظة للأب الأقدس قال فيها: اعتمدنا جميعا في روح واحد لنكون جسدا واحدا، لكن للأسف فقد جرحنا جسد الرب المقدس بانقساماتنا. هذا وكما عودنا البابا فرانسيس على الاهتمام بالشباب، فكان من الطبيعي أن يتضمن برنامج زيارة قداسته إلى البحرين لقاء مع الشباب، حيث التقى بهم في مدرسة القلب الأقدس في عوالي.
كما قام البابا فرانسيس بزيارة إلى كنيسة القلب المقدس، أول كنيسة كاثوليكية تأسست في البحرين والخليج العربي عام 1939، وأخبر قداسته الأساقفة والكهنة والمكرسين والإكليريكيين والرعويين في الكنيسة بأن يبقوا متحدين وهم يخدمون شعبهم في هذه المنطقة. وفي ختام زيارته الرسمية التاريخية إلى مملكة البحرين، كان جلالة الملك حمد بن عيسى وفضيلة الدكتور أحمد الطيب في وداع الحبر الأعظم والوفد المرافق لدى مغادرته البلاد، كما كان في الوداع أصحاب السمو والمعالي والسعادة وعدد كبير من المسؤولين البحرانيين.